مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية بيستقبل أكثر من 2 مليون زائر تقريبا، معظمهم بيفضل ان هو يكون موجود طبعا، لو مش موجود في الحفلات الغنائيه والفعاليات المختلفه بيكون متواجد على الممشى السياحي، لان الممشى السياحي بصراحه بيقدم عروض فنيه، في خدمات كتيره، في كافيهات، في اماكن الجلوس، في كمان ممشى للدراجات، فهو يعني ممتع، حتى خروجته لوحدها ممتعه جدا في مدينه العالمين الجديده. بيسعدنا يكون معانا ومنورنا المهندس الامير عمار، المدير المسؤول عن الممشى السياحي في مدينه العالمين الجديده. اهلا بحضرتكم، منورنا. أهلا بحضرتك يا فندم. في البداية حابين نتكلم عن إزاي تم تنظيم وبناء الممشى السياحي اللي هو يكون بيشمل كل الفعاليات وكل الخدمات موجودة عليه. هو الممشى السياحي اتبنى على يعني المتاح ليه كان 14 كيلو، هو اللي اتعمل دلوقتي 7 كيلو، ومتاح 7 كيلو تانيين هيبقى بطول 14 كيلو، تمام؟ وهو شغال على ان يعمل واجهة لكل مدينة العالمين، يعني هي بقت مقصد لمدينة العالمين. صحيح. وعليه الممشى كم هائل من الكافيهات، مسار للدراجات، خدمات، حمامات، تمام؟ يعني هو بصراحة بيوفر حاجات كتيرة جدا. حضرتك تقول عليه ان هو كمان ان ما يكون في اماكن للجمهور عامة، حمامات، ومثلا ده حضرتك تقول تحت كمان الممشى. أيوة، تحت الممشى فيه حمامات. وكمان هو الكافيهات والاماكن المتواجدة كلها على الممشى السياحي. طب ازاي شايف ان ساهم الممشى السياحي في الترويج لمدينة العالمين الجديدة كمان؟ الممشى السياحي ما شاء الله رب العالمين بقى محط مزار الفترة دي، وحضرتك قلتي احنا السنة اللي فاتت كان عندنا 1 مليون زائر، السنه دي عندنا 2 مليون زائر. وحضرتك يمكن لاحظت النهارده الصبح على مدى كلامك ليا، انا بقول لك وانا جايه الساعه 5 الصبح الناس على الممشى يعني موجوده، واطفال واسر كامله موجوده. الناس دي كانت في الحفله، تمام؟ حفله عمرو دياب بقى. بعد ما خلصت الحفله كلها بقت عندي على الممشى. شوفي كم الهائل اللي كان ده. وبفضل الله بيتم اداره الممشى بشكل محترم، من نظافه، من لايتات كهرباء، من خدمات جامده جدا بفضل الله موجوده على الممشى، من اللاندسكيب. لا، الموضوع عندنا منظومه كامله بتدير الموضوع. الكافيهات بتكون مفتوحه 24 ساعه تقريبا، 24 ساعه لخدمه المواطنين. حضرتك كمان بتقول ان في ممشى للدرجات ده مخصص، ده طبعا ممتد لحد ال 12 كيلو، كمان هيكمل معانا لحد 14 كيلو. احنا عملنا 7 ولسه مكملين 7 تانيين ان شاء الله رب العالمين. يعني ان شاء الله قدامها قد ايه وقت حتى ينتهي منه؟ هو المرحله الثانيه دي يعني شغالين فيها هم دلوقتي، شغالين مستمرين فيها. لسه كنت بسأل حضرتك هل الممشى هيكون مفتوح، لان هو هيعدي على مناطق للابراج ومناطق اخرى كثيره، قلت لي الممشى هيكون مفتوح لكل المصريين وعلى مدار ال 17 كيلو ال 14 كيلو هو موجود ومفتوح لكل المصريين. حقيقي صحيح. طيب يعني اكيد عايزين نعرف من حضرتك اللي تنفيذه تم خلال قد ايه، لان اعتقد ان من اوائل الحاجات اللي تم تنفيذها في مدينه العالمين الجديده هو الممشى السياحي. هم من 2017 هم شغالين فيه، وما شاء الله تم والدنيا فيه مظبوطه بشكل محترم. مدينه العالمين كلها بتقام على الخدمات والذكيه والبنيه التحتيه الذكيه ايضا، انها مدينه من مدن الجيل الرابع، ازاي تماشى الممشى السياحي مع كل الخدمات اللي بتقدمها المدينه؟ بصي، هو هنا القياده السياسيه لما امرت ان تزال من هنا من على الممشى، من على المدينه ذات نفسها بمساحه ال 50,000 فدان دول، الالغام المتواجده فيها، يعني قالت ان هي تعمل تحفه موجوده فعلا على الساحل الغربي اسمها مدينه العالمين الجديده، وترسخ ده فعليا، والناس يعني بقت هنا محط لكل انظار العالم، الناس كلها بتيجي من جنسيات. احنا امبارح كان عندنا 14 سفاره موجودين. صحيح. النهارده 104 جنسيه موجودين في العالمين. لا، الدنيا بتتغير واحنا طالعين لحته احسن، فالدنيا منظمه بشكل افضل باذن الله رب العالمين. ان شاء الله. طبعا احنا بنتكلم على ان الممشى السياحي هو بيتقدم كمان فعاليات عليه كبيره جدا، زي العروض الفنيه، وكمان شفنا الفرقه الاستعراضيه لفرقه الانفوشي وفرقه اسوان للفنون الشعبيه، وكمان السيرك، يعني بيبقى فيه فعاليات كتيره طول اليوم. ازاي بيتم تنسيقها وتنظيم هذه الفعاليات؟ بتدير المنظومه دي شركه المتحده، وهي ما شاء الله فعاله في الكلام ده وعامله سبق قوي جدا على الارض. ومش بس كده، التضامن كمان عامل هنا معرض معرض للحرف اليدويه اللي هم
الأسر منتجة وده بقى فعال جدا برضو حاجة كويسة ومسارح وما شاء الله رب العالمين يعني الدنيا جاية وإن شاء الله العالمين تقول لكم أنا موجودة بقوة ما تقلقوش من أي حاجة تانية. الشركة المتحدة بالتعاون مع إدارة الممشى بتقوم بتنظيم هذه الفعاليات، شايفين إن ده أثر بشكل كبير في رواج لمدينة العالمين كلها ككل؟ طبعا طبعا ده بيعمل دعاية جيدة على المكان والناس كلها بتيجي، طبعا بتلاقي حين خدمات مجانية مثل تتفرج على سيرك تتفرج على كلام، كل ده مجاني مش بفلوس، الحاجات اللي هي بتبقى متواجدة في وسط الممشى نفسها دي حاجات مجانية، وده بيعمل راج ان الاسر كلها، انت الراجل البسيط المصري اللي هو ممكن حابب ان هو يجي الممشى مش عايز يخش طبعا. شاطئ برقم بيجي فيه شاطئ مجاني بيخش فيه، بيجي بيلاقي فعالية بيحضرها ما بيكلفش نفسه غير اكله وشربه، فما يعني الحاجات بسيطه جدا دي اللي تمس المواطن الغلبان اللي هو ايه يعني اللي يقدر يجي كل المصريين زي ما احنا بنقول يعني بتمس اقل شريحه، يعني اللي انا عايزه من اقل شريحه لاكبر شريحه تقدر صحيح تيجي بتستوعب كل فئات المجتمع، وده اللي يعني حتى مدينه العالمين في التنميه العمرانيه اللي فيها هي حتى انواع الاسكان هي مختلفه بان هي تناسب كل فئات المجتمع تكون متواجده في مدينه العالمين الجديده. اكيد من ان عدد كبير من الزوار اللي بيكونوا على الممشى السياحي نحتاج ان احنا يكون عندنا الامن مستقر جدا، يكون في شركات او في اداره للامن موجوده للنظافه ايضا، لان طبعا استيعاب الاعداد الكبيره دي بتحتاج ان يكون فيها تنظيم بشكل معين. بص حضرتك انت طبعا حضرت الصبح كان مستوى الناس قد ايه وكانت الدنيا واضعه ازاي والحاله كانت سيئه ازاي، احنا معانا خدمه نظافه هنا 24 ساعه بتقدمها شركه على اكفأ مستوى. عايز اقول لحضرتك عندنا هنا فاسيلتي مانجمنت اللي هو الاداره الكامله للمنشاه من كهرباء من ميه من كل حاجه بفضل الله موجوده هنا بشكل قوي على الارض، وبينظمها اكتر من 200 فرد شغالين على مدار ال 24 ساعه طبعا لخدمه العالمين الجديد. الممشى السياحي كمان هو يعني اكيد في شبكه طرق بتخدم عليه بشكل كبير علشان يكون الوصول ليه اسهل ويكون في اماكن لركنه السيارات وغيرها، ده متوفر فعلا في الممشى السياحي؟ الممشى السياحي ما شاء الله رب العالمين معمول فيه اماكن تسمح باستقبال ذوي الاعاقه، موجود فيه باركات على كل ممشى، موجود عدد 2 بارك بمساحه 60 سياره استقبال داخلي، ده على البارك بخلاف الباركات الخاصه تمام. في البارك الثاني اكتر من 265 سياره اللي هو في شركه المتحده الان، لا ما شاء الله في استيعاب، وبعدين الطرق كلها الشبكه بتاعتها الموجوده بتتابعها اداره المرور بنفسها بتخش هنا للتنظيم الطرق للتوجيه الناس لخلق مسارات بديله في حاله، لا الدنيا غير. ده اللي انا كنت عايز اسال حضرتك عليه، خصوصا كمان نتكلم على ان احنا مهتمين جدا، ويمكن الشركه المتحده بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه خصصنا شاطئ خاص لذوي الهمم في ماتشات وفعاليات رياضيه ليهم كمان مخصصه ليهم علشان هم جزء من المجتمع لا يمكن ان احنا ننفصل عنهم، بس حضرتك لفت نظر ان الممشى السياحي كمان مجهز لاستقبالهم بشكل كبير من خلال ممرات خاصه ليهم علشان يقدروا يتحركوا بسهوله. بالفعل هو ده الموجود في اماكن معينه بتبقى ممرات ليه يقدر يطلع بالعجله بتاعته يقدر يطلع لحد ما يوصل مش محتاج مساعده من لا لا حد. لا لا في ممرات رامبات صغنطوطه كده بتبقى موجوده على الممشى نفسها بتقطع دي المرور للناس ديت، الناس دي يعني اهالينا احنا بنحاول ندخل في بلدنا ثقافه ان احنا العجل يعني مارس العجل ورياضه العجل دي مهمه جدا، انتوا عاملين ممر خاص ليها في الممشى دي واللي افتتحها سياده الرئيس بنفسه. ايوه يعني ما شاء الله رب العالمين هو كان واخد المسار والمبادره صحيح يعني، وده كان حاجه انجاز كبير جدا لان الناس كتير قوي تبقى نفسها تركب عجله لكن بنحس دايما ان الشوارع غير امنه بالنسبه لنا، يعني بنخاف حتى على اولادنا ان هم ينزلوا من العربيات من السواقه السريعه غيرها، لكن لما يبقى في النهارده 7 كيلو مخصص 7 كيلو في مدينه العالمين اللي عايز يركب عجل براحته هنا يجي والرننج كمان بيمارسوا عليه رننج كمان جري ما شاء الله. لا الدنيا يعني في رياضات خاصه فيه هنا، ناس بتنزل تتمشى وتعمل رياضه صباحيه يعني رياضه صباحيه، الناس كلها بتنزل الصبح هنا ما شاء الله رب العالمين من الفنادق بتنزل تعمل الرننج بتاعها وبترجع تاني، لا الدنيا غير مظبوطه فعلا، يعني احنا بنرتقي فعلا ان هي مدينه من الجيل الرابع بتتعامل مع كل الناس على كل الفئات. ال 7 كيلو الجايين في الممشى
هل هيكون فيها مميزات اكتر من السبعة كيلو، ولا هو هيكون على نفس المستوى، ولا هيكون في لو كان في اي حاجات تم اكتشافها انها ممكن نتداركها ونحلها، او مشكله نقابلنا نحلها في الممشى الجديد؟ هو انا هسيبك تحلمي وتفكري في الموضوع. لا مش عايزين نفكر، احنا عايزين نقول لكم دي مفاجاه ان شاء الله عاملاها جهاز مدينه العالمين بقياده الباشمهندس احمد ابراهيم. لا فعلا الناس شغاله على قدم وساق، مش سايبين حاجه. يعني انتوا لو حبيتوا تاخدوا جوله كمان هناك، الناس لا شغاله 24 ساعه. احنا كان عندنا هنا في العالمين في كل زياره كان بيتوقف الكونستراكشن. انت ملاحظه وراكي دلوقتي الكونستراكشن شغال؟ لا شغال مستمر، يعني على قدم وساق. يد على فكره انا صورت تقريبا في كل الاماكن اللي بيحصل فيها هنا. يد تبني وتستقبل، عندنا صحيح. في العالمين يا تبني وتستقبل، فده السياسه. صورت في معظم الاماكن اللي موجوده هنا في مدينه العالمين الجديده، وشايفه قد ايه العمال كمان الايد الشقيانه هي الايد اللي بتبني وبتطور، وعجله كده ترس شغال متواصل ما بيقفش، يعني حتى من بالليل والفجر وكل وقت. وفي جنود مجهوله، انت برضو رجاله النظافه دي عندك لو ما ظبطوش نفسهم لا احنا هنكون في حته تانية. لا هنا قطاع النظافه شغال على قدم وساق، ما بين خلف الكونستراكشن ده، لانه طبعا بتبقى في حاجات متساقطه وعربيات بتمشي بتوقع، فانت لازم على مستوى الساعه الدنيا بتبقى مظبوطه. وبرده كذلك خلف الحفلات انت بتخشي، لا لازم الدنيا تترفع بشكل محترم. ايه اهم الفعاليات الرياضيه والفنيه اللي كانت على الممشى وعجبت حضرتك؟ كان في فعاليات ماراثون للاكاديميه العربيه، كانت جايبه كل السفراء بتوع الدول معادنهم مع الممشى وبالكراسي بتاعتهم، كل جزر والمدن اللي هو الدول العربيه موجود، كل واحد ممثل سفير عنها طبعا. وخدوا 3 كيلو جري وفازت بيها جامعه اسكندريه والقاهره. لا ده حاجه يمكن اول معلومه اول مره اعرفها. وهنا طبعا في رياضات بحريه بتتم وراكي هنا. لا في حاجات تجديف وحاجات، لا الدنيا غير. عندنا فعلا في الشواطئ كمان نفسها في العاب كتيره وفعاليات رياضيه كتيره جدا، يمكن يوميه بشكل كبير. ده هنا في انا بقول لك الفعاليات العامه اللي هي الدوليه اللي تمت هنا والماراثونات اللي تمت، لكن المتحده عامله هنا ماتشات كوره تنس. ما شاركتش في حاجه؟ انا اصلا مدرب منتخب مصر كونفو، فزمان في الكونفو التقليدي، لكن رياضتي المحببه ليا اللي هي التايجي، تايجي كوان. طب ما احنا ممكن نقترح ان احنا نعمل بطوله هنا. والله دوت اللي ان شاء الله هيناقش فيه مع رئيس الاتحاد المصري للكونفو ان احنا نعمل حاجه هنا، يعني باذن الله. ان شاء الله باذن الله. يعني انا طبعا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نورتنا، وبنتمنى التوفيق دايما لحضراتكم في الانجازات اللي بتعملوها والتحديات اللي بتقابلكم، وحولتوا يمكن منطقه من منطقه ازمات الى نجاحات وتحديات كبيره جدا في مدينه العالمين الجديده. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ الامير عمار، المدير المسؤول عن الممشى السياحي في مدينه العالمين الجديدة. اشكر حضرتك يا فندم، وفعلا نورتونا، وبيكم بتبتدي تظهر العالمين، وبالرسائل بتاعتكم اللي انتم بتقدموها للعالمين دي فعلا يعني بنستمد الطاقه والنور باذن الله رب العالمين. احنا كلنا بنكمل بعض بالفعل. اشكر حضرتك، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا فندم.